كم هو عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة؟ بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قبل 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 كانت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 2.6% من إجمالي عدد السكان، أي حوالي 55,000 فرد. ولكن بعد 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 من المرجح أن يتم تسجيل 12,000 إعاقة جديدة، وذلك لأسباب عدة أبرزها ازدياد عدد المصابين، عدم توفر الإمكانيات الصحية وإغلاق المعابر وأسباب غيرها. الغزيون الذين أصيبوا بإعاقة سواء قبل 7 أكتوبر أو بعد 7 أكتوبر عم بيواجهوا اليوم صعوبات كبيرة. منظمة Human Rights Watch بتقول إنه الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، الذهنية، السمعية والبصرية عم بيواجهوا اليوم صعوبات في العثور على مأوى، الحصول على الماء والغذاء والدواء، تأمين الأجهزة المساعدة اللي هن بحاجة لها، والحصول على الرعاية الصحية. في ظل استمرار الحرب وارتفاع عدد ذوي الإعاقة، يرى المختصون أن الحديث عن الصدمات النفسية والاضطرابات النفسية ربما هو شيء من الرفاهية.